ضربة البداية بعد لحظات من الآن. لمصلحة شباب الرياضي القسنطيني. شباب الرياضي القسنطيني. هاي الكرة، محاولة يا سلام، البحث عن الزاوية البعيدة، ولكن الكرة جانبية من بنوة في أول فرصة. من البحث عن المساحات الفارغة من الزميل المتحرر. ميسالة تحرك، صعبة وخطيرة. إفرا، هناك خطأ يقول الحكم لمصلحة دفاع أو خطأ لمن؟ ضد اللاعب إفرا الذي يكون قد استعمل التمويه في هذه الكرة من حكم المباراة الطيب ودربال يوسف. البطاقة الصفراء لإفرا. سنشاهد، ها هي بالعرض البطيء، تفادى، هل كانت هناك لمسة بالقدم في القدم المهاجم وقلب الهجوم إفرا؟ حكم المباراة شاهد غير ذلك. يحاول أن يضغط، عربي على مرتين، هتكون توزيعة داخل منطقة العمليات. الدفاع يا سلام، حمراء ولكن جانبية. غير راضي الحارس بوحلفاء، هذا فرح القائد، يوصل الكرة مباشرة لإبراهيمي، يلعب داخل منطقة العمليات. صعبة إفرا. يا سلام، الحارس على مرتين أو ثلاث مرات، والكرة الثانية والدفاع يخرج. أصعب كرة وأخطر كرة منذ بداية المباراة، الحارس بوحلفاء ينقذ مرماه، ينقذ شباب الرياضي القسنطيني من خطورة إفرا. الخطورة أظهرت بوحلفاية وهو بارع وينقذ مرماه. الهجوم على الكرة، صعبة. يا سلام، وضعت من شوية في كرة أخرى منفردا تماما مع الحارس. الدفاع في المرة الثانية يخرج. طاهر لدفاع شباب الرياضي القسنطيني، واربعي في الكرة الأخيرة وصافرة حكم المباراة. أسيد الطيب ودربال يوسف يعلن.